لا شك أن الغنى بهذه الصفة الخليعة الماجنة والآلات المطربة، لا شك أن المسلم يعيش تحريما، لأنه يحمل ألفاظا بذيئة. الغنى مصيبة أن يحمل ألفاظا بذيئة وألفاظا وقحة فيها غرام وتعلق بهذا بتلك وذاء، فلا إنسان يشك فيما إذا سمعه، لا يشك الإنسان أن دين الإسلام إن شاء الله موقفه المنع. هاتف الأخ أبو عبد الله من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أحسن الله إليك سماحة المفتي. قبل أيام اجتمعت هيئة الترفيه وطالبوا بإنشاء السينما وكذلك الحفلات الغنائية، وبعد أيام ستقام حفلة غنائية بالقرب من الحرم المكي. ما حكم ذلك وتوجيهكم يا هيئة الترفيه؟ والبلاد تعيش حالة من الاضطراب في جنوب المملكة. أحسن الله إليك. يا أخي، المملكة في أمن واستقرار ولله الحمد وإخلاص وعافية، وجدت حكومة الرشيدة وفقها المحب والرضاه، هذه الأمور ستعد بحكمة إن شاء الله، وأرجو أن يوفقوا لاتباع الحق إن شاء الله، وأن يقدم في الإعلام ما ينفع الأمة إن شاء الله، وأرجو أن تسمعوا الخير إن شاء الله.